القنوت في النوازل وذلك في الفرائض. والقنوت في النوازل هل هو لولي أمر المسلمين خاصة هو الذي يقنت، وذلك لأن الولاة في العصور المتقدمة كانوا هم الذين يتولون الإمامة للناس في الصلاة، في خطبة الجمعة، خطبة الحج والعيدين والاستسقاء، فهو الذي يتولى القنوت. أم أن القنوت يكون لكل مصلي؟ قيل بهذا وقيل بهذا، وموضوعها في الفقه مفصلة، لكن الصواب أنه لكل مصلي لأنه مطلق ولم يخصص بأحد. لكن في مثل هذه العصور يجب أن يتقيد بإذن ولي أمر المسلمين، وذلك لأن الأئمة في هذا العصر ليسوا كلهم على درجة كبيرة من العلم، فقد يظن أن هذه نازلة وليست بنازلة، ومن ثم فإن الأمور قد تتفاوت وتضطرب ويصبح هناك شيء من الفوضوية. ولذا فإنه يرجع فيه إلى إذن ولي أمر المسلمين، وإذن ولي أمر المسلمين مبني على فتوى